بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا النهارده يونت 10، اول يونت في الترم الثاني، يونت بعنوان فاكتس اند فيجرز. فاكتس عارفينها من زمان اللي هي معناها الحقائق، فيجرز اللي هي الارقام او الاعداد. تعالى كده نبص على الفوكابولري اللي عندنا. عندي اول كلمه اسمها هيستوري. هيستوري يا اولاد يعني تاريخي، يعني ممكن اقول لك هيستوري بوك، كتاب تاريخي، ممكن اقول لك هيستوري بليس، مكان تاريخي. الكلمه اللي بعدها عندي كلمه اسمها ووتر كلوك. ووتر كلوك اللي هي الساعه المائيه، ووتر كلوك الساعة المائية. تاور، تاور اللي هو البرج، تاور اللي هو البرج. كالندر، كالندر اللي هو التقويم، كالندر الحاجة اللي بنعرف منها الأيام والشهور والسنين دي اسمها كالندر. لايت هاوس، لايت هاوس، لايت هاوس أولادي اللي هي المنارة اللي احنا عليها الفنار ساعتها. ستراكتشر، ستراكتشر يعني مبنى حكومي، يعني مبنى تبع الحكومه، الحكومه هي اللي بنياه يعني. ستراكتشر. انفنشن، انفنشن يعني اختراع، انفنشن يعني اختراع. ليكويد، ليكويد يعني سائل، يعني ممكن اقول لك ووتر از ليكويد، ليكويد اللي هو السائل. جلاس بيدز، جلاس بيدز اللي هو الخرز الزجاجي، عارف الحاجات اللي بنعمل منها العقد؟ هي دي اسمها جلاس بيدز. ايرث، ايرث يعني كوكب الارض، ايرث كوكب الارض. تيب ميجر، تيب ميجر اللي هو شريط القياس اللي احنا بنسميه بالبلدي كده المتر اللي بنقيس بيه الطول يعني. سكيلز، سكيلز اللي هو الميزان، سكيلز اللي هو الميزان. سكاي سكرابر، سكاي سكرابر اللي هي ناضحه السحب. طيب عندي بعض الاكسبريشنز. اول حاجه بيقول لي جيف انفورميشن، give information يعني يعطي معلومات. اللي بعديها tell the time، tell the time اللي هو يخبر الوقت، يعني ممكن ابقى ماشي في الشارع اقول اللي معايا ايه، can you tell me the time، ممكن تقول لي الوقت، يبقى tell the time. spill words، كلنا عارفين ان كلمه spill يعني يتهجى، فكلمه spill words يعني يتهجى الكلمات. do will، do will يعني يؤدي بشكل جيد، يعني اقول لك you should do well in the exam، يجب ان تؤدي بشكل جيد في الامتحانات. work hard، work hard يعني يعمل بجد. speak language، speak a language يعني يتحدث لغه، speak a language. طيب lunch notes اللي عندنا بعض فروق الكلمات او بعض الملاحظات. عندي كلمه اسمها invent و discover. انا خدت معاك في new words او vocabulary حاجه اسمها invention، invention يعني اختراع. عندي بقى كلمه اسمها invent، invent يعني يخترع. وعندي كلمه اسمها discover، discover يعني يكتشف. طب ايه الفرق يا مستر ما بين invent و discover؟ قال لي invent يخترع حاجه ما كانتش موجوده قبل كده، زي car، plane، computer، دي كلها، زي الموبايل، دي كلها بنسميها inventions، اختراعات، جايه من verb invent يخترع، حاجه ما كانتش موجوده قبل كده. انما ديسكفر حاجه يعني معنى يكتشف، حاجه كانت موجوده قبل كده واحنا اكتشفناها. تعالى كده نشوف الاكزامبل اللي عندنا. بص بيقول لي ايه، ذا ايجيبشن انفنتد بنس اند انك، يعني المصريين اخترعوا الاقلام والحبر، القلم والحبر كانش موجود قبل كده، لا احنا اللي اخترعناه. طب بص بقى اللي بعديه بيقول لي ايه، كولومبس ده مكتشف، كولومبس ديسكفرد امريكا، كولومبس ديسكفرد امريكا يعني كولومبس اكتشف قارة أمريكا. فهمنا الفرق؟ طيب بعد كده بيقول لي الفرق ما بين used for و used to، used for و used to. تقريبا هو الفرق مش في المعنى هنا، الفرق في الجرامر اللي جاي بعديها. خليك انت تقول ايه الفرق، يعني بص هو تقريبا المثال هو هو بس مره في فور ومره في تو، وانت اللي هتقول لي الفرق. بيقول لي ايه؟ The ancient Egyptians used papyrus، papyrus اولاد اللي هو ورق البردي، for writing، for writing. طب تعالى نفس المثال بيقول لي ايه؟ The ancient Egyptians used papyrus to write، to write. فهمت الفرق؟ انت اكيد فهمت الفرق، ايه الفرق ما بين use for و use to؟ الفرق في المعنى، معنى يستخدم، لكن تعالى في الجرامر، بص في المثال الاولاني قال لي ايه؟ for writing، بعد for الفيرب اي ان جي. بص في التاني قال لي ايه؟ to write، يعني بعد الفعل في المصدر. معنى كده يا مستر اني هفهم ان بعد يوز فور هجيب فيرب اي ان جي، انما يوز تو هجيب فعل في المصدر. تعالى كده نشوف بعض الاكزامبلز اللي عندنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي فاطمه كان بلاي ذا بيانو مور بيوتفل ذان شي كان بلاي ذا جيتار. يعني ايه الكلام دوت؟ احنا خدنا اولاد قبل كده حاجه اسمها الادفرب. الادفرب يعني الحال. اجيب الحال ازاي انا بقى؟
قال لي بتحط الواي على الصفه، يعني مثلا هابي تبقى هابلي، عندك مثلا بيوتفول تبقى بيوتفولي، دينجرس تبقى دينجرسلي، بمعنى ان انا بحط الواي على الصفه عشان اجيب منها الحال. طب مستر لو انا عايز اعمل كومباراتيف او سوبرلاتيف، يعني بقارن في الاحوال، عايز اقول ان احمد بيذاكر احسن من محمد مثلا، اعملها ازاي؟ تعال نشوف الاكزامبلز بتاع بعد كده نشوف ايه اللي حصل. فاطمه كان بلايز بيانو مور بيوتفولي ذان، مور بيوتفولي ذان، عارف انا عملت ايه؟ اتعاملت مع الادفيرب اللي هو كلمه بيوتفولي على انها صفه طويله. فاكر لما كنا بنعمل الكومباراتيف زمان بالصفات الطويله واحط الصفه الطويله قبليها كلمه مور وبعديها كلمه ذان، انا اتعاملت مع الصفه او مع الحال ده كانه صفه طويله. بص عملت ايه؟ حطيت كلمه مور وبعد كده حطيت الحال الادفيرب بتاعي اللي هو بيوتفولي، بعد كده حطيت كلمه ذان. طيب تعال نشوف المثال اللي بعد منه. فاطمه كان بلايز بيانو مور بيوتفولي ذان ناديه، يعني فاطمه بتقدر تلعب او تعزف على البيانو احسن من ناديه. بص نفس الموضوع، مور بيوتفولي ذان، مور بيوتفولي ذان، حطيت الحال بتاعي قبل منه كلمه مور وبعد منه كلمه ذان، كانه بالظبط صفه طويله. طيب تعالى كده نشوف الاكزامبل نمبر 3، بيقول لي هي بلايز most beautifully. يعني يا مستر انا هنا بقى اولاد مش بعمل مقارنه في الاحوال بين اتنين، لا انا هنا بعمل مقارنه بين واحد ومجموعه، شايف ان احمد ده احسن واحد بيلعب كره في الفصل، فهقول ايه؟ احمد plays most beautifully، برضو كانها صفه كبيره بعمل بيها السوبرلاتيف، بقارن بينها بين واحد ومجموعه ولكن من غير كلمه زي. خد بالك بص he plays most beautifully، يبقى انا هنا بعامل الحال كانه ايه يا اولاد؟ بالظبط كده كانه صفه طويله. لما باجي اعمل مقارنه ما بين اتنين بحط الحال بتاعي قبل منه كلمه مور وبعد منه كلمه زان. لما باجي اعمل مقارنه في الاحوال ما بين واحد ومجموعه زي المثال اللي قدامي ده كده he plays most beautifully، بحط كلمه most وبعديها الحال بتاعي مفيش مشكله. طيب تعالى بقى نشوف حاجه اسمها irregular adverb، بمعنى احوال غير منتظمه. زي ايه؟ بص المثال ده بيقول لي ايه؟ غاده studies harder than ساميه. خد بالك انا عندي مجموعه من الصفات غير منتظمه، يعني ايه يا مستر صفه غير منتظمه؟ انا قلت لك في اول الجرامر ان انا بحط ال واي عشان اجيب الحال، جميل. في صفات غير منتظمه زي مين؟ زي هارد، هارد يعني بجد. طيب عشان اجيب منها الحال قال لي تفضل زي ما هي هارد. طب اقارنها ازاي؟ قال لي هعملها معامله الصفه الصغيره. بص بيقول لي ايه؟ غاده ستادز هاردر ذان ساميه، يعني غاده بتذاكر اكتر جدا من ساميه. طيب بص ده بيقول لي ايه رقم 5؟ I arrived the earliest، انا وصلت اول واحد زي ما قلت لك early من ضمن الاحوال الغير منتظمه، فبعملها معامله الصفه الصغيره، بحط est وزي هارد حطيت ER لما عملت مقارنه بين اثنين، يبقى انا في الصفات الغير منتظمه بعملها معامله الصفات الصغيره، لكن في الصفات المنتظمه زي ما شفت فوق بعملها معامله الصفات الطويله. بص اخر واحد بيقول لي ايه؟ او نمبر 6 بيقول لي هي سينجز بيتر ذان مي، بيتر ده الحال بتاع كلمه جود، مفيش حاجه اسمها جودلي، دي صفه غير منتظمه، فعملتها معامله الصفه الصغيره، هي سينجز بيتر ذان مي، هو بيغني افضل مني، عملتها معامله الصفه الصغيره. اخر واحد بيقول لي هي بلايد ذا وورست ان ذا ماتش، هو لعب اسوأ واحد في المباراه، كلمه باد الحال بتاعها وورست، مفيش حاجه اسمها بادلي. عندي بقى وورس يعني هي بلايد ذا وورست ان ذا ماتش، يعني هو لعب اسوأ شيء او اسوأ واحد في المباراه. تعالى كده نلم الجرامر، يبقى انا لما احب اعمل كومبارتيف ما بين الادفيرب او الاحوال بحط كلمه اسمها مور، بعد كده كلمه او الادفيرب بتاعي، بعد كده كلمه زان كانها صفه طويله. طيب ولما احب اعمل سوبرلاتيف بحط كلمه موست وبعد الادفيرب بتاعي. في الصفات بقى الايريجولار زي هارد وفاست وايرلي وليت، بعملها زي ما شفنا في الامثله، بعملها معامله الصفات القصيره زي هاردر زي ايرليست زي بيتر زي ووست وورست وهكذا. شكرا.